مشاهدينا نبقى في شباك فلسطين، تتعدد سبل المقاومة وسبل توثيقها. هيثم الخطيب كان يعتمد على عدسة كاميرته لتخليد لحظة تاريخية وتوثيقها، وشارك في معارض عالمية عدة، حصد جوائز عديدة، لكنه شعر أنه بحاجة إلى أداة توثيق مختلفة تجسد شهداء الانتفاضات الفلسطينية، فلجأ إلى عمل قطع فنية من أسلاك النحاس. أنا مصور فوتوغراف، بصور فيديو كمان، عندي كمية كبيرة من الصور. هاي الصور بتكون طبعا في ارشيفات ما بقدر ألمسها ولا أحسها، ممكن بس أخليك تشوفها وأخلي أي واحد يشوفها. بس هاي برضو كمان نوع من أنواع التوثيق، يعني هاي المجسمات ممكن أحسها، أمسكها، ألمسها، أشعر فيها. طبعا هاي المجسمات لشهداء سقطوا في الانتفاضة الأولى أو الثانية أو الثالثة. كل مجسم أثر فيها بشكل مباشر. هذا الأثر هو بعتقد إنه السبب الوحيد، الألم اللي حسيت فيه والتأثير اللي تأثرت فيه هو اللي خلق مني فنان إني أعمل هاي المجسمات. مشاهدينا فاصل قصير نتابع من بعده. سفير اليابان يودع العراق على طريقته الخاصة، وما تفسير تصرفات رئيس المفوضية الأوروبية؟ الإجابة في شباك أصفر